مرحبا متتبعي ومتتبعات مدونة فول فور لايف. في هذا الدرس الذي سنرى فيه طريقة حذف واحدة من الأدوات التي قد تشكل خطر على أي مدون أو مدونة، إذا كنت من مستعملي القوالب الجديدة التي أضافتها ملوجر مؤخرا على منصتها. فهناك أداة جديدة هنا تمت إضافتها، وهي أداة الإبلاغ عن إساءة الاستخدام. طبعا أنتم تعلمون أن هناك الكثير من زوار الإنترنت يحبون يعني فقط تدمير المجهودات التي يقوم بها الآخرون، ويمكن لأي شخص أن يستخدم هذا الرابط للإبلاغ عن إساءة على مدونتك حتى لو لم تكن هناك إساءة. بطبيعة الحال أي شخص قد يدخل في السهو، وقد يكون هناك سوء استخدام وهو لا يعلم ذلك، وبالتالي أي تبليغات ستدفع بفريق من جوجل للقيام بزيارة لمدونتك، وإذا وجدوا هناك أي سوء استخدام فسيقومون بحذف المدونة ومعاقبتك إلى غير ذلك، وستخسر كل المجهودات. بطبيعة الحال أريد فقط أن أشير أنه يمكن القيام بحفظ نسخة من المدونة في حالة فقدانها. يمكنكم النقر على إعدادات ثم هنا أخرى ثم هنا الاحتفاظ بنسخة احتياطا من المحتوى. فمن الجيد دائما القيام بحفظ نسخة للمدونة في حالة وقوع أي مشكل إلى غير ذلك، يمكنكم استرجاعها. فالآن دعونا نرى كيف نقوم بإخفاء هذه الأداة. طبعا سنقر على المظهر ثم تحرير HTML. حاولنا حذف الأداة لكنها تعود بشكل آلي، لذلك سنستعمل لغة CSS للقيام بإخفائها. فهنا سنقوم بإضافة كود هنا في بداية CSS. بطبيعة الحال سنقوم بإضافة report abuse، ثم نضيف هنا display none important display none important okay حفظ. لنقوم بتحديث المدونة. طبعا الأداة ما تزال هنا، لا أعرف لماذا. سنقوم بمحاولة تحديث الكود. أوكي. تحديث. فكما تشاهدون اختفت الأداة هنا. الآن يعني مدونتكم في مأمن من يعني من هذه التصرفات الصبيانية التي قد تؤدي لحذف مدونتكم. فيكفي إضافة كود CSS بهذا الشكل report abuse display none. بطبيعة الحال الفرق أنني لم أقم بإضافة هذه الحروف الكبيرة، لذلك لم تعمل القاعدة في الأول. سارعوا بحذف هذه الأداة على مدونتكم إذا كنتم بطبيعة كما قلت من مستعملي القوالب الجديدة. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وأراكم في درس آخر.